وللحديث عن استمرار الاقتحامات الصهيونية للقدس والمسجد الأقصى ودلالتها بهذا التوقيت معنا من أمستردام الكاتب والصحفي الفلسطيني ماهر حجازي. مرحبا بك معنا سيد ماهر. حياك الله أخي أنس، حياك الله. نبدأ من الحدث الأخير الذي جرى قبل ساعات قليلة من الآن، وهو إطلاق بضعة صواريخ من قطاع غزة باتجاه بعض المستوطنات المحاذية لقطاع غزة. ماذا يعني هذا التطور، وهل يمكن أن يجر الأمور إلى مزيد من التصعيد؟ نعم، بداية تحية لك يونس وللسادة المشاهدين. يعني لا شك اليوم ما يجري في مدينة القدس من اقتحامات وعدوان إسرائيلي متواصل على المسجد الأقصى المبارك وعلى المغبسيين والمرابطين، وأيضا يعني تسهيل عملية اقتحام المستوطنين الصهاينة لباحات المسجد الأقصى المبارك. هذا الأمر سيقود إلى مزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وشعبنا الفلسطيني يعني يرد على هذه الانتهاكات وعلى هذا العدوان. ولا شك يعني في العام الماضي تقريبا في نفس التوقيت في شهر رمضان، أيضا في ظل العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس، كان هناك رد من المقاومة الفلسطينية على هذه الاعتداءات، والمقاومة وفصائل المقاومة الفلسطينية يعني تحدثوا وقالوا أن استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس وعلى المسجد الأقصى المبارك سيكون هناك رد طبيعي من المقاومة على هذا الاحتلال الإسرائيلي. وربما يعني هذه ما تم الحديث عنه اليوم من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، يعني في إطار ربما يعني نندرج في إطار رسائل تحذيرية لهذا الاحتلال الإسرائيلي من أن استمرار العدوان على شعبنا وعلى القدس والمسجد الأقصى المبارك سيكون هناك تصعيد ورد طبيعي من شعبنا الفلسطيني ومن وتحديدا من المقاومة الفلسطينية. وبالتالي شعبنا اليوم يدافع عن المسجد الأقصى المبارك ويتصدى لهذه السياسة الإسرائيلية التي هي تمثل الحكومة الإسرائيلية وتمثل جيش الاحتلال وأيضا المستوطنين في دائرة واحدة باستهداف وتهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك. لكن من الملاحظ أستاذ ماهر أن محاولات الاحتلال لاقتحام الأقصى يعني توصف بالفاشلة كما قال مراقبون، حيث أن تلك أولا من ناحية الأعداد، الأعداد هي الأقل بالنسبة للمستوطنين المقتحمين هذا العام، وهناك على ما يبدو خشية واضحة من تعرضهم للعدوان أو لرد من الشباب المقدسيين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك. كيف تتابع الأمور على مدار يومين أو ثلاثة أيام من محاولاتهم الاقتحام وبأعداد قليلة في المقابل محاولات الصد التي قام بها المقدسيون في الأقصى؟ يعني نحن أمام مشهد بطولي يونس يتكرر من أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس على وجه التحديد، كيف يدافع المقدسيون عن المسجد الأقصى المبارك. لا شك اليوم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه يعني هم يتعاملون بحذر، من هم يريدون أن يثبتوا واقع أنهم لديهم قدرة على تعكير جو رمضان وتعكير على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، ولكن في نفس الوقت هم يعني لديهم مخاوف من أن يكون هناك تصعيد أكبر في الضفة الغربية، خاصة عندما نتحدث اليوم عن عمليات فلسطينية للمقاومة وعمليات فردية ضد هذا الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي الاحتلال الإسرائيلي غير معني بالتصعيد، لكنه معني بأن يعني أن ينغص على الفلسطينيين وأن في خاصة في شهر رمضان المبارك وأن يمارس هذه السياسة تجاه شعبنا الفلسطيني وأن يواصل اعتداءاته على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. نحن شاهدنا هذه يعني المشاهد البطولية للشباب المقدسي وهم يتحدون الاحتلال الإسرائيلي، الصور التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي التي فيها يعني التحدي من الشباب المقدسي، من الرجال في القدس، من النساء في القدس، وأيضا حتى يعني الكبار السن كيف يتحدون الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي اليوم نحن نستطيع أن نتحدث عن فشل سياسة الاحتلال الإسرائيلي في تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، في تهويد القدس. هذا الفشل نتيجة صمود شعبنا الفلسطيني في القدس ونتيجة لهذه التضحيات التي يقدمها أبناء شعبنا وهم يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي نحن نحيي شعبنا الموجود في مدينة القدس الذي يحسب الاحتلال الإسرائيلي ألف حساب. وكانت هناك يعني يونس يعني العديد من التصريحات التي نشرت عن الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بما يعرف بذبح القرابين في المسجد الأقصى المبارك، أن هذه الحكومة منعت المتطرفين الإسرائيليين من إدخال هذه
القرابين المجد أقصى المبارك، وبالتالي هذا تعبر عن بذلك السيادة. أستاذ ماهر كما تفضلت يراكمون الفشل للعام الثاني على التوالي، يعني في العام الماضي وفي هذا العام تزامنت أعيادهم الدينية مع الشهر رمضان المبارك، وهناك مزيد من الفشل في محاولة إقرار هذه الطقوس. هم كانوا يريدون أن تكون هذه الطقوس تقام في الأقصى في شهر رمضان تحت ما يسمى بالتأسيس المعنوي للهيكل المزعوم، وبالتالي فشلهم في العام الماضي وفشلهم في هذا العام، إن شاء الله طبعا يفشلون في الأيام القادمة أيضا، هو مؤشر مهم جدا في صراعنا مع الصهاينة كشعب فلسطيني، مع يعني حول قدسية هذا المكان وأهميته. نعم بكل تأكيد أخي يونس، وبالتالي هذا الاحتلال اليوم نحن نتحدث عن سياسة عدوانية، لكن هذه السياسة فشلت في كسر إرادة وصمود شعبنا الفلسطيني. وفي هذا الإطار اليوم أمام هذا الصمود شعبنا في مدينة القدس، أيضا علينا واجب نحن كأبناء شعب فلسطيني في الخارج، أبناء أمة العربية والإسلامية وكل حر في هذا العالم، أن ندعم ونقف إلى جانب شعبنا في مدينة القدس، أن نعزز المقدسين. اليوم في شهر رمضان المبارك اليوم الواجب كبير جدا من خلال تعزيز صمود العائلات المقدسية، تثبيت أهلنا في مدينة القدس. العديد من المؤسسات والهيئات أطلقت مشاريع يعني لتعزيز وتعزيز وتثبيت المقدسيين في القدس، لأن اليوم القدس هي بوصلة شعبنا الفلسطيني، القدس اليوم هي بوصلة الأمة العربية الإسلامية، القدس اليوم هي بوصلة كل حر في هذا العالم. علينا أن نقف جميعا إلى جانب شعبنا في مدينة القدس، في هم الآن في الخط الأول في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن قضية الأمة وعن قضية أحرار العالم، وبالتالي نحيي صمودهم. وهذا الاحتلال فشل في كسر إرادة شعبنا خاصة في مدينة القدس وأيضا في كل بقاع فلسطين. أشكرك جزيلا الأستاذ ماهر حجازي الكاتب والصحفي الفلسطيني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من أمستردام.